ميرسي على سؤالك، هذا سؤال مهم كثير، لانه في كثير عالم ناطرين انه ماذا بعد. خليني اوضحها للعالم يلي ما بيعرفوا، ما في بعد رياض سليمه وقبل رياض سليمه. في بلد عظيم اسمه لبنان، مهدد، بلد مهدد بالزوال، وانا مسؤول عن كلامي. الكيان تبع لبنان مهدد كله. رياض سليمي وغير رياض سليمي كلهم ببيوب، بيشيلوا واحد بحطوا واحد. المشكله هي بالمنظومه، في منظومه اخت شعب كامل رهينه ديزوتاج. انا قلتها بالبرلمان الاوروبي، نحن ديزوتاج، لاقطين هالشعب اخدينه رهينه، بروح واحد بيجي واحد بنزلوا واحد بيطلع واحد بيخطفوا واحد بيقتلوا واحد، البلد متاخد رهينه. هالاشخاص هيدي يلي هن المنظومه، يلي هن المنظومه يلي لاقطين هالبلد، وقت نقدر نحن نشيلهم البلد، صدقيني صدقيني بجمعه بيرجع بقب. بس نحن رهينه بتاخدين حسينا بأوضة، نهار اللي منقدر نفك هالمنظومة كلها سوا، نحنا منقدر نسترجع لبنان. لبنان مش لإلي ولإلك، لبنان لكل اللبنانية، لبنان لكل الشرق الأوسط. لبنان أهم بلد بالعالم، كان اسمه سويسرا الشرق، إجوا خطفوه. لا، بدنا نسترجعه كرمال أولادنا. اكيد عم بقول لك، يلي استلم محله النايب الاول منصوري، يعني انا ما صدقت، حطيت على اكران كبير المؤتمر الصحفي يلي عمله، ما صدقت انه معقول شخص يحكي راح ابعد من رياض سلامه. صرت اقول خيي لا ارجع اجيبه رياض سلامه على شوي. راح كان كثير واضح، قال في بمعنى، يعني قال مباشرة أنا تقدر استلم بدي أسرقكم، بس أنا بخاف أسرقكم مباشرة، أنا عم بطلب تشرعوا لي السرقة تبعيتني. وقال بدي مجلس الوزراء يبعث قانون معجل مكرر على مجلس النواب تيعطوني مصاري، طيب مجلس النواب يسمح له ياخذ مصاري تبع المودعين المصريات الباقيين يلي هن 9 أو 10 مليار دولار. قال ياخذهم على شهر 2 3 قديش عايزين، انتوا قرروا يا مجلس الوزراء عايزين 200 مليون 150 250 بالشهر، بنعمل على 3 أشهر او على 6 أشهر بنرجع بنمددها، بعد في 10 مليار. انا جاي بدكم اني اقعد، عظيم بقعد، بس بدكم تعطوني مصاري من مين؟ من دوله مفلسه، يعني دولة مفلسة سارقة 130 مليار، بعد في 10 مليار للمودعين هون، وفي هوديك اللي مش رح ننسيهم، هوديك اللي عم نطالب فيهم اللي هن 90 مليار او 100، قال اعطوني اياهم، بس انا بخاف بدي تشرعوني اياها بقوانين بمجلس النواب. طيب بعد كمان هيدا هيك شو هي شو التحركات يلي يعني عملتها رياض سليمي وشو رح تقوم فيها؟ نحن تحركاتنا واضحة، عنا كثير تحركات، عنا تحركات على الارض يلي ما رح توقف ابدا، يلي هي نحن اول شغله وصلنا من النهار يلي عمل مؤتمر صحفي الحاكم الجديد، توصلنا مع نواب كثير، بعتقد حتى اكون مع التحفظ قسم كبير من النواب اكيد منهم ماشيين بهالقانون يلي تحول امبارح من بعد جلسه مجلس الوزراء، تحول على مجلس النواب. هو قانون معجل مكرر، اكيد ما رح يمشوا فيه للقانون، نحن رح نوقف بوجههم. نحن اذا حسينا انه مجلس النواب ممكن يشرع شغله مثل هاي نحن رح نس
نسكر مجلس النواب مثل ما سكرناه وقت الكابيتال كنترول، وما رح نخلي النواب يشرعوا ويقدروا يقبلوا ولا 1% السرقه الباقيه. يعني سرقوك بيجي السارق لعندي بيقول لك ليك انت بعد معك 10 دولار بجيبتك بدي اسرق لك اياها وبدي تشريع عليها. انا بحكيك مظبوط يعني هيدي عم يعمل سارق شريك عم بيعمل شيء. ما هو مشان هيك انه رياض سلامه كان يسرق بلا قوانين لانه ما فارقه معه، مفكر حاله مغطى. هلا نحن قدرنا نضربه بيوروب وبعدها تبليش كان بفرنسا او بالمانيا او وين ما كان. حاكم جديد قال لا يا خيي انا بدي تشرعوا لي السرقه تبعيتي. هو اليوم منه حاكم ولكن قائم باعمال. يعني اليوم هو حاكم مصرف لبنان، نائب اول لحاكم مصرف لبنان، فل حاكم مصرف لبنان، واجباته يجي يسرق. نحن قلنا بركي بده يكفي، نحن عم ندعم حالنا انه بركي يصير شيء جديد، بركي يكون احسن، يحسن، نبلش بشيء. لا هو قال انه انا بدي هالمصريات بس بوعدكم انه رح رد، رح اطلب من الدوله من مجلس الوزراء رح اطلب منهم يردوا لي المصريات الباقيه اللي بدي اخذهم. عم بيطلب من الدوله يلي هي سرقت 100 مليار عم بيطلب منا انه ترد المليار او المليارين او الثلاثه يلي بده ياخذهم. ما هي مفلسه يعني صايره كاملين كاملين بيضحكوا علينا صايره صيرفي. انا بعتقد عم تنهي حالها صيرفي. يعني اليوم الدولار بعتقد ب 89,000 او يعني عم بيلعب بصير في العاب صغيره، وصيرفي هي ب 86,000 قربت كثير. ما بقى لها اهميه، بعتقد رح توقف صيرفي لانه ما بقى لها اهميه. هي كانت لعبه، صيرفي كانت مهمه وقت كان في ديكالاج بين كانت 30,000 والسوق برا 60,000. المصارف عملوا مصاري كتير، السياسيين عملوا مصاري كتير، مصرف لبنان عمل مصاري، الصرافين عملوا مصاري، هؤلاء عملوا مصاري حتى يلهوا الشعب. قالوا له اوكي خيي ما رح ندفع لك على 15,000 وعلى 40,000، رح ندفع لك على صيرف تيل. هون صاروا بدل ما يكونوا بالطرقات التهوا تيروحوا يربحوا اخر الشهر $50 و $100 والبلد مهري من تاني مال. بس هن بذات الوقت كانوا عم بيسرقوا السياسيين والمصرفيين والمصارف عم بيسرقوا. كانوا يفتحوا لي كوتا بالنهار، يفتحوا 10 يقولوا لك 10 ونص 5 كوتا تبعتك، هن يلهوا كل شيء. يفتحوا لي ربع ساعه، بهالربع ساعه يمرقوا $1,000,000 او شيء. كله العاب بالعاب، بسرقه 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 ما عم توقف. كله مسؤول انه عارف كل